تعلم انا دلوقتي هنعمل مع بعض شطة الزيت المشهورة بتاعت المحلات والكشري على اصوله. تمام يا جماعة، خليكم معايا. السر في قرن الفلفل اللي انتوا شايفينه ده. هنا معلقتين شطة كبار، تمام، هنزل بيه الصلصة دي، الزيت ده. الزيت ده مكان البصل بتاع الكشري التحمير، هو ده السر، مش هحط اي زيت وخلاص. تمام يا جماعة، زي ما قلت لكم انا لابسة 2 كمامة، لابسة 2 كمامة عشان اللي عنده الجيوب الانفية. انا اللي بصور يا جماعة عشان ولادي في الثانوية بقى عندهم امتحانات، ربنا معاهم هما واللي زيهم. اللي عنده الجيوب الانفية او عنده حساسية على صدره ممنوع يخش يعمل شطة الزيت من غير ما يكون لابس كمامة، او لو في حد تاني ممكن يعملها ممكن يعملها. تمام، انا بصورها وانا لابسة الكمامة كده. دي شطة الزيت بتاعت اشهر المحلات الكشري. هيغلوا شوية مع بعضيهم، قرن الفلفل ده هيدي وحوحة وهيدي شطة مقدرش اوصف لكم. تمام، بس لا ملح ولا كمون ولا اي حاجة تاني، شطة الزيت كده مع نفسيها كده، وهو ده السر. الزيت بتاع تحمير البصلاية هو ده اللي بنزل بحمر بيه الزيت بتاعي. هيبتدي يغلي حلو كده مع بعضيه مع قرن الفلفل كده، شحشحش الوشوشة الوحوحة. بصوا يا حركاتك يا تكتك يا لولو يا لهلوبة، وده سر شطة الزيت. هنزل بقى بمعلقة صلصة كده اهو. واو، الحركات والتكات دي بقى هناخد منها معلقه صغنطوطه خالص. يا رب تكونوا استفدتوا معانا بشرطه الزيت السريعه بتاعت المحلات، والسر في قرن الفلفل، والزيت يكون مشوحه فيه البصل قبلها، بيدي تست وطعم حلو قوي. وهي دي شرطه الزيت بتاعت اكبر المطاعم والمحلات. يا رب تكونوا استفدتوا معانا. دول اللهلوبه.